الإعلامية وفاء الكيلاني بصحبة ديمة بياعة وتيم حسن وأحمد الحلو في احتفال تخرج ورد تيم حسن. أهلا بكم ديمة بياعة، الفنانة السورية احتفلت اليوم بتخرج ابنها ورد تيم حسن بحضور والده الفنان تيم حسن وكذلك زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، بالإضافة إلى أحمد الحلو زوج ديمة بياعة، ونشروا عدة صور وفيديوهات من حفل تخرج ورد على إنستغرام. وشاركت الفنانة السورية ديمة بياعة الجمهور اليوم عدة لقطات وصور من احتفالها بتخرج ابنها ورد تيم حسن من المدرسة في دبي. وكشفت ديمة عن تواجدها برفقة والده وزوجها السابق الفنان تيم حسن والذي شارك في احتفال ابنه بتخرجه. ونشر أيضا أحمد الحلو زوج ديمة بياعة عدة صور وفيديوهات من احتفال الأسرة بتخرج ورد تيم حسن، وعلق على حسابه بإنستغرام قائلا مبروك حبيبي في حفل تخرج ابننا ورد تيم حسن. الإعلامية وفاء الكيلاني برفقة تيم حسن وديمة بياعة في حفل تخرج ورد تيم حسن. وخطفت أسرة ورد تيم حسن الأنظار في حفل تخرجه بعد حضورها بالكامل في الحفل، حيث تواجدت أيضا الإعلامية وفاء الكيلاني مع زوجها تيم حسن. للمشاركة في هذه المناسبة بالإضافة إلى ديمة بياعة وزوجها أحمد الحلو، ونالت جميع الإشادات من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الروح الطيبة التي تجمعهم، ووصف الجمهور علاقتهم بالراقية وذلك بعد حضورهم جميعا المناسبة والاحتفال معا. واحتفل ورد تيم حسن بتخرجه اليوم، ونشرت أسرته عدة صور له أثناء تسلمه شهادة التخرج، وخطف الأنظار في ظهوره الجديد. وخطف الأنظار في ظهوره الجديد وبعدما أصبح ورد شابا، وانتبه الجمهور للتشابه الكبير الذي يجمعه بوالده الفنان السوري تيم حسن. خصوصا أن الفنانة ديمة بياعة لا تنشر بشكل مستمر صور مع أبنائها على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة. وكان ورد تيم حسن قد كشف عن أحلامه الدراسية منذ عامين، وعن تفوقه أيضا وطموحه في أن يصبح عالم فيزياء واستكشاف الفضاء، حيث قال ورد في تدوين سابق له أريد أن أكون قادرا على الدراسة في جامعة مرموقة مثل MIT أو جامعة بيركلي. وتابع ورد لقد حصلت على شهادة تقدير من صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد لكوني جزءا من برنامج مركز حمدان لحكومة أكثر ذكاء في عام 2017. في عام 2017 عندما كان عمري 11 عاما فقط، هذا مثال واحد فقط من بين الجوائز الحكومية الأخرى مثل معرض إكسبو عام 2020. الفنان السوري تيم حسن برفقة زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني. يذكر أن الفنانة ديمة بياعة طليقة الفنان تيم حسن خطفت الأنظار بظهورها في فبراير الماضي مع أولادها من الفنان السوري تيم حسن، وذلك بعد فترة طويلة من عدم الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الفنانة ديمة بياعة نشرت على خاصية الاستوري عبر حسابها على انستغرام صورة تجمعها بأولادها فهد وورد أثناء تواجدهما في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ظهور ورد وفهد تيم حسن أثار إعجاب كثير من المتابعين، وتحديدا بعدما أصبح ورد شابا، وانتبه الجمهور للتشابه الكبير الذي يجمعه بوالده الفنان السوري تيم حسن.
خصوصا أن الفنانة ديما بياعة لا تنشر بشكل مستمر صور مع أبنائها على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة. صور ورد وفهد تيم حسن انتشرت بشكل واسع في حينه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر والدتهما للصورة. بعد نشر والدتهما للصورة التي أثارت اهتمام قطاع كبير من الجمهور المحب لأسرة الفنان السوري تيم حسن وديما بياعة رغم انفصال الثنائي منذ سنوات طويلة. رغم انفصال الثنائي منذ سنوات طويلة وبداية كل منهما حياة جديدة، حيث ارتبط الفنان تيم حسن بالإعلامية وفاء الكيلاني في وقت تزوجت الفنانة ديما بياعة من أحمد الحلو. ورد تيم حسن كان قد ظهر في لقاء مع برنامج ام بي سي تريندينج واكد على علاقته القوية بوالده، واكد انها جيدة جدا وانه الداعم الاكبر له مع والدته. وانه دائما ما يساعده في كافة الاشياء التي تخصه، ويحاول طوال الوقت اهدائه بعض الاشياء الهامة التي تساهم في تكوين شخصيته.